كابتن عمرو، يمكن الجميل مش ان 11 سنه خدنا دوري، الجميل ان كل مبارياتنا 3-0. بالظبط. طبعا ده رقم صعب، يعني ان انت تعمله وتبقى انت مسيطر سيطره كامله من اول لاخر. والسيطره مش سيطره ان انت عندك لعيبه مميزه بس، انت بتشتغل فعلا وبتبدا الدوري. احنا لاعبين 12 ماتش قبل ما نبدا دورات مجمعه، ما خسرناش الماتش، جينا في الدورات المجمعه اللي هم اقوى 7 فرق موجوده في مصر، انت كل الماتشات بالنسبه لك 3-0 3-0 فعلا. بقى الفرقه بقت بتلعب معانا عشان يعني كل واحد عاوز يعمل رقم لنفسه انه يخسر من الاهلي 3-1. يعني دي قدرنا نسيطر عليها جدا، واحنا وصلنا ان احنا كجهاز فني حتى بينا منزل السكور الماتشات الكبيره وبنقول للعيبه قبل الماتش احنا الماتش ده منزلينه عشان عاوزين نكسب 3-0. يعني كنا بنشتغل على كده، مفيش تراخي نهائي، لا كنا بنشتغل على كده، كنا عاوزين نعمل الرقم ده لنفسنا ان احنا عاوزين نكسب 3-0. وحتى في ماتش النهائي كان شومان بيلعب مع اسلام، وكان بادئ بدايه كانت مش موفقه، بدانا نتكلم معاه ان احنا ما ينفعش نخسر، احنا ما بنتكلمش على الماتش كتوتال، احنا هنكسب ان شاء الله، ان احنا ان شاء الله هنكسب، بس ما ينفعش نخسر، احنا مش عاوزين نخسر الماتش، احنا مصممين يبقى كل الماتشات 3-0. والحمد لله طبعا ده بسبب الشغل يعني. طب والبطوله العربيه برضو اتكلمها عنها يا كابتن، احنا برضو محليا مش موضوع محلي، بطوله عربيه والانجاز اللي عملناه فيه. بالظبط، البطوله الانديه العربيه اللي بالنسبه للنادي الاهلي احنا كسبنا طبعا بطولات كتير قوي الحمد لله. دايما في بطولات بتكون في مواقف صعبه فيها، البطوله الانديه العربيه كانت الاصعب تقريبا.